بسم الله الرحمن الرحيم. برنامج جديد اسمه فوازير الحكيم، هتبقى حلقات خفيفة كل أسبوع كل يوم جمعة. الفزورة بتنزل على الفيسبوك وعلى منتدى القناة يوم السبت، والإجابة بتكون يوم الجمعة. نزلنا يوم السبت اللي فات حلقة أو فزورة بنقول إمتى أو كيف تصلي المغرب ب3 ركعات و4 تشهدات. الإجابات طبعا اللي وصلتنا معظمها كانت صحيحة الحمد لله يعني، وده معناه إن في ثقافة دينية مش بطالة يعني، كويسة الحمد لله. الفكرة كلها بتبنى على قاعدة فقهية أو يعني باب في الفقه اسمه صلاة المسبوق. صلاة المسبوق إن أنا دخلت المسجد أو دخلت على جماعة بتصلي ولقيتهم بدأوا فعلا في الصلاة، فهدخل إزاي في الصلاة؟ فصلاة المسبوق دي الأصل فيها إن أنا بدخل في الصلاة زي ما هما راكعين ساجدين، هدخل معاهم في نفس الوضع اللي هما فيه، لكن لا أدرك الركعة إلا بإدراكي للركوع. يعني لو لحقتهم هما في الفتحة أو في القراءة اللي بعد الفتحة، فأنا كده لحقت الركعة. لحقتهم في الركوع وقدرت إن أنا أركع وأستوي راكعة حتى لو ما لحقتش أقول سبحان ربي العظيم، يبقى أنا كده أدركت الركوع، أدركت الركعة. فإمتى بقى أصلي المغرب ب3 ركعات و4 تشهدات؟ لو دخلت في الصلاة بعد الركوع الثاني وقبل قيام الإمام من التشهد الأول، في المرحلة في النص دي من ساعة ما رفع من الركوع بتاع الركعة الثانية أو في سجود الركعة الثانية أو في التشهد الأول، في أي واحدة من دول أنا لحقت الإمام فيها، يبقى هدخل مع الركعة اللي أنا فاتتني دي، الركعة الثانية مش هتتحسب، والتشهد الاول هيبقى بالنسبه لي انا التشهد الاول، وبالنسبه للامام التشهد الاول. هيقوم الامام للركعه الثالثه، بالنسبه لي انا هتبقى الركعه الاولى. هيقعد الامام للتشهد الاخير، انا بالنسبه لي التشهد الثاني. هيسلم الامام، فاضل لي ركعتين، هقوم اصلي الركعه الثانيه، ولا بد بعد الثانيه من تشهد، فهنزل للتشهد هيبقى بالنسبه لي التشهد الثالث، بعديها هطلع بالركعه الثالثه ثم التشهد الرابع والاخير. دي كانت إجابة الفزورة، وإن شاء الله نلتقي كل جمعة مع فزورة يعني مش كلها هتبقى دينية، بس هتبقى فوازير نحاول نخليها خفيفة. ونلتقي على خير الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.